حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. يتواصل في العاصمة الأردنية عمان العرض المسرحي العالمي استراحة على متن الريح عن قصة حياة الأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران. المسرحية التي ألفها الأديب الأردني المهاجر في بريطانيا نديم صوالحة بدأ عرضها في مسرح المركز الثقافي الأردني. للحديث أكثر عن هذه المسرحية معنا في الاستوديو ضيفينا الجميلين الفنان غندي صابر ممثل مسرحي، صباح الخير، والفنان مارك قصر ايضا ممثل مسرحي. يسعد صباحكم ونورتونا بقهوه الصباح. يا هلا بكم، هلا بكم، يسعد صباح المشاهدين. اهلا وسهلا بكم ومنورينا بقهوه الصباح. يعني بدايه بدنا نهنيكم على هذا العمل المسرحي اللي اخذ صدى كثير واسع. مسرحيه استراحه على متن الريح، خبرونا عنها أكثر وعن كيفية تجسيد قصة حياة خليل جبران. خليل جبران يعني هي بدأت الموضوع مع نديم صوالحة من 10 سنوات، حب أنه يعني يعمل هاي المسرحية لشخصية مهمة، وهو لأنه عايش بأوروبا وبلندن بيعرف شو قيمة جبران بالغرب، وقيمة جبران بالعالم العربي موجودة، لكن إذا بدنا نقيسها كتوازن ما بين الغرب والعالم العربي بتحس انه حرام. في كون جبران هو مغترب لكن بتضل احنا اولى في جبران طبعًا. فكانت من 10 سنوات بانه وجود نديم بلندن والبي بي سي قبل وهيك بانه قرا يمكن اكثر من 40 كتاب عن قصه حياه جبران، لانه هو حب ياخذ جانب الناس مش متطرقه له واللي هي حياه جبران. يعني عاده الناس بتعرف كتاباته واشعاره ورسوماته وفنه، لكن الجانب الاخر الانساني بحياه جبران هذا اللي كان لابد من انه يظهر للناس، وهذا هو العمل المسرحي اللي الان استراحه على متن الريح. حلو، مستوحى من قصة حياة جبران خليل جبران. نعم، لكن كإنسان هو كشخصيته العمل هو تطرق لها. يس نعم، مزبوط. فنان جميل مارك، كلمنا أكثر عن دورك في هذه المسرحية. وأنا بلعب دور جبران خليل جبران، ويعني إلي شرف ألعب أيكي شاب إنسان مثله محترم معروف بالعالم كله. نعم تمام. لما يجاني الناس طلعت فيه، يعني مثلا دقت حالي إنه اجتني فرصه مثل هيدي كثير مهمه بحياتي. فرصه كبيره، فرصه كثير كبيره. أنت اكيد تمام، شخصيه هذا العملاق. صحيح صحيح. نعم. وبعدين مثل ما الاستاذ غندي، ما في كثير فرج عن جبران بالعالم، يمكن في 30 ثانيه فيديو عن كيف كان يتحرك. كيف كان يحكي، يعني يعني حتى واحد ينتحر شخصيته بده واحد يستعمل خياله. نعم. مش مثل واحد ما بيعمل مثلا دور ابراهام لينكولن او شيء حدا معروف. تماما. في كتير فرج عنه. نعم. يعني كما لايكي استاذ نديم صوالحة ارى فوق 40 كتاب بس لحتى يعرف مينو جبران، كيف هو جبران، كيف كان يتعاطى مع الناس، وكيف كان يكتب، وكيف شخصيته كانت، وكيف يتعايش مع الواقع بشكل عام، وكيف عبر عن الغربة اللي عاش فيها، وكيف وصل صوت لبنان وصوت العرب يعني بأدبه وبكتاباته. أكيد عشت دور جبران خليل جبران قبل خشبة المسرح، تقمصت شخصيته. خبرنا عن ما قبل المسرحية، كيف كان التحضير، كيف عشت وتقمصت شخصية جبران خليل جبران. والأول شيء في كتير تقارب، أنا مهاجر من لبنان، رحت على أمريكا بعمر صغير وعشنا بالفن وتعلمنا الفن. نعم. ومثل ما حكيت مع أستاذ نديم صوالح أنه يعني مثل ما جبران ما كان يهمه شيء إلا فنه. إن كان عمل مصاري أو ما عمل مصاري. تمام. ما بهمه. وهيك نحن عشنا بأمريكا، يعني إن اشتغلنا تمام، وكان معنا مصاري ناكل كمان تمام. بس اهم شيء كان انه الواحد يكرس نفسه للفن ويمدح فيها ويقدح فيها مثل ما بيقولوا. تمام. وهي اللي عملناه يعني. وبعدين انا حكيت مع المنتج علي مطر بنيويورك، عرض علي الفكره يعني حسب جبران، وحكينا بالموضوع وما صار في حكي لشي شهر او شهرين، عملت بروفا يعني، والحمد لله يعني استاذ نديم صوالحه عجبه الشغل اللي عملناه وفتنا بالموضوع. يعني من اجاني النص انا طلعت فيه كله بالفصحى. نعم. واغلبيته بالفصحى، وانا يعني عربيتي مش كتير منيحه، عرفت كيف؟ سو حسيتها شوي صعبه، بس لانه جبران يعني عملت جهدي الاقصى لحتى
حلو. لحتى اتعلمها وافوت فيها مزبوط. نعم مارك، حضرتك الشخصيه اللبنانيه الوحيده اللي عم بتمثل مع كوكبه من الفنانين الاردنيين، واكيد معنا احد نجومها وابطالها اكيد. اكيد اكيد. هل وجدت صعوبه في تجسيدك لشخصيه جبران خليل جبران، هذه الشخصيه الكبيره؟ هل وجدت صعوبه من قبل التعاون مع اخوانك والفنانين الاردنيين اللي متواجدين حواليك اللي مشاركين في العمل؟ هلا صعوبي ما كان في كثير صعوبي، لانه مثل ما قلت لك الناس ما فيها تقارن، ما فيها تقارني مع جبران، لانه نعم. هالحكي له اكثر من 100 سنه بالضبط. يعني انا بيجي بنتيح شخصيته، بجيب شخصيتي لإلي على عند جبران، والناس راح تتقبلها. يعني ما في يقولوا لي لا جبران كان يعمل هيك وجبران كان يعمل هيك، ما فيهم مقارنه ما بتزبط. سو انا جبت شخصيتي لعند جبران والحمد لله، يعني الناس عم يتقبلوها، وجاني كتير مساعدة. يعني أنا أول مرة أمثل بالعربي، فأخواني أكيد الأستاذ غندي صابر يعني كتير ساعدني باللغة، وساعدني بالمسرح بالتحركات، وعطاني يعني رغم أن غندي يعني أنا كنت ضايع هلأ، بس يعني إلي شرف. لا حبيبي والله إلي شرف أن يكون غندي معي بالمسرح. يعني هو يعني أنا وصلت على المسرح كنت هوني، هلأ من عرضناه صرت هلأ مسلّم تعاون. هذا من هذا من تواضعك. حبيبي وعندنا أكيد نادر عمران ونهر سمارة وشير الوزير. تحية صباحية للجميع. أستاذ مارك، يعني جسدت شخصية جبران خليل جبران بجميع جوانبها، وخاصة بالصراع والصراع مع أبناء جيله من العرب المقيمين بالغرب. خبرنا كيف جسدت هذا الموضوع، كيف اختلافات وجهات النظر اللي عاشها جبران بالفترة من حوالي 100 عام. عاش بعدة صراعات وعدة مواجهات ممكن وجهات نظر مختلفة، خبرنا عن هذا الموضوع. وهلأ وجهات نظره لجبران يعني من 100 سنه يعني هو بتحس انه كان عايش ما كان عايش بايامه، كان عايش بالمستقبل، وكل اللي حكى عنه جبران لك الدول العربيه هيك لك شو عم بيصير فيها. كان يحكي عن الدكتاتوريه، ويحكي عن لازم الناس تحب بعضها ولازم الناس تروح وتيجي. بس بعدين انتبه افكر بشغله، هذيك الايام ما كان في كثير تغطيه بالميديا لجبران طبعا. شو اكيد جبران كان عامل كثير اشياء بس نحن ما بنعرف عنها. هالايام هاي اذا واحد راح شرب قهوه على الكورنيش كل الناس بتعرف فيها. صحيح. عرفت صحيح. كيف؟ شو اكيد كل حكي جبران الواقع هلا هو موجود هلا، يعني بتحس انه عبقريته راح تستمر مش 100 سنه، 100 و200 و300 سنه. صحيح. نعم. صحيح. قبل الختام، برايك طبعا. احياء مثل شخصيات خالده رائعه اثرت بالادب العربي، ده مهم احياء، هي اللي هو اعاده احياء المسرح ودور المسرح اللي هو ابو الفنون، وهل ممكن احنا نشوف هذا العمل ان شاء الله على قنوات فضائيه، يعني يجسد كعمل درامي او كفيلم سينمائي؟ والله اكيد ان شاء الله ينحط على التلفزيون. هلا سلمى حايك علمت اوريدي شيء عن جبران بس بالصور المتحركه تقريبا، وبلش يعني هلا الناس توعى ويطالعوا ويفكروا. يعني جبران اكيد يعني عايش من زمان، بس العالم بعد لليوم صح بدها تعرف مين جبران وبدها تلمسه، يعني إله شعبية كتير هائلة ورح تضل. أحيانا دور المسرح برأيك بهيك أعمال، أحيانا دور المسرح رجعنا المسرح لعهده مثل ما كان من قبل 100 سنة تقريبا. أكيد أكيد، يعني بتحس عمل جبران مثل عمل شيكسبير بتحسه، لأن للعرب يعني لازم الناس تروح تحضر مسرح. سمعناها هاي الجملة، إحنا سمعناها من مدير المركز الثقافي الملكي، بنشكره انه شكرا لنديم، قال له شكرا لك اللي رجعت المسرح اليومي هذا الشكل الكلاسيكي اللي احنا بنفتقده. بس سريعا رح اقول لك على موضوع فيلم او هيك، هو في خطوتين ماشيين الان ان شاء الله انهم يكملوا، واحده منهم تقريبا يعني بمرحله الانجاز، واللي هو كتيب رح يطلع كتاب عن مسرحيه صراع على متن الريح يطبع، وفيلم عماله بيتم دراسته، ان شاء الله انهم يطلعوا لارض الواقع باذن الله. شكرا لحضورك وتواجدك ويانا ببرنامج قهوه الصباح، وعن الجلسه الجميله اللي تحدثنا من خلالها عن بعض من الافكار اللي تم طرحها من خلال المسرحيه. وان شاء الله نطمح انه هذه المسرحيه توصل لابعاد كبيره تخدم مجتمعنا وتخدم واقعنا الحالي، ليس فقط انه احنا مجرد انه احنا نشاهد مسرحيه ونستمتع ونقضي فيها بعض الساعات او الدقائق. الفنان الجميل غاندي صابر ممثل مسرحي نورتنا ونورت قهوة الصباح. شكرا. الفنان اللبناني مارك ناجي قصار، شكرا لحضورك وتواجدك معنا برنامج قهوة الصباح، كل التوفيق لكما. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وتحية لجميع طاقم العمل.